يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. سؤالنا النهاردة اللي بنتكلم فيه، لو أنت رايح عزومة هل بتاخد معاك حاجة تقليدية ولا بتحب تجرب حاجة جديدة؟ احنا طبعا ربنا يجعل بيوتنا دايما عمرانة في رمضان، يا إما معزومين يا إما عازمين يا إما متجمعين كل واحد بطبقه، أو زي ما بيتقال عليها كده الديش بارتي، كل واحد بيبقى جايب حاجة معاه والناس بتتجمع مع بعض. مش الهدف خالص ان العزومه تبقى فخمه قوي، او الهدف ان الناس تبقى قاعده عماله تقول انا رحت عند فلان واكلت كذا وعملت كذا، لكن الهدف اللمه الحلوه. كلنا في رمضان ما بناكلش، وكلنا في رمضان يا دوب بنشرب حاجه بسيطه، نفطر على تمرايه، وبعد شويه بقى نكون ابتدينا جوعنا. لكن هل بتحاول تتميز اثناء العزومه دي وتحاول تاخد معاك حاجه مختلفه؟ في ناس بتقول انا رايحه بيت اهلي، فبدل ما اخد معايا حاجة حلوة، لا انا ممكن اعمل معايا حاجة حادقة، ممكن اعمل صنف من اصناف اساعد بيه ست البيت. في ناس تانية تقول لا، كده كده ست البيت بيبقى لها طريقتها وبيبقى لها نفسها وطريقتها في توضيب السفرة، ولازم الاصناف اللي موجودة على السفرة تكون لايقة على بعضها، فبلاش اتطفل وخليني احاول اتصرف بشكل مختلف، خليني اجيب حاجة حلوة واشيل من عليها مجهود انها تختار حاجة حلوة. في ناس بتحب تاكل حلويات مليانة سكر، وفي ناس بتحب تاكل الفاكهه، وفي ناس بتحب تدخل الفاكهه في الحلويات. انواع كتير وبقت مختلفه، واعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي بتميزنا في مصر، ان الحلوانيه عندنا في مصر عندهم طريقه مختلفه كده كل سنه في انهم يعملوا شكل مختلف وبراند مختلف للحلويات في مصر. اعتقد ان احنا محتاجين الفتره الجايه نعمل سياحه الحلويات، ونقدر نفعل عندنا في البلد سياحه الاكل المختلف. رمضان بيبقى موسم كل محلات الحلويات انها تخترع حلويات مختلفه. على مدار سنين كنا متعودين على الكنافه والقطايف والبسبوسه والمشمشيه وبلح الشام والحاجات اللي شبهها في رمضان. الفتره الاخرانيه بقى بقينا بنشوف ريد فيلفت، كنافه بالمانجا، كانت وقت لما كان بيجي رمضان في الصيف قوي. لما ابتدى يتحرك شويه رمضان ابتدى يجي مع موسم الفراولة، فشفنا الكنافة بالفراولة والكنافة بالبلح والكنافة بالموز والكنافة بالكروكاو والمحطوط عليها صوص كراميل، أشكال مختلفة. دخل شوية الكنافة مع الآيس كريم، البسبوسة ابتدت تقول اشمعنى أنا لازم أشوف حاجة تانية مختلفة، ابتدوا يدخلوا فيها حاجات. الناس ساعات بتبقى نفسها قوي قبل الفطار، وانت رايح تشتري حاجة حلوة كل حاجة بتشوفها بيبقى نفسك فيها، عشان كده اتعملت الاطباق اللي هي بتتكون من اربع حاجات او من اربع اشكال، بتبقى متقسمه اربع قطع بحيث ان انت تاكل من اكتر من نوع. انت بقى بتحب تعمل ايه وانت رايح العزومه؟ بتحب تاخد معاك حاجه تقليديه ولا بتجرب حاجه جديده؟ خصوصا ان محلات الحلويات ابدعت في الفتره الاخرانيه في التسويق عن طريق الاسامي الجديده. كنا متعودين على الاسامي اللي احنا عارفينها، لكن مؤخرا بقينا بنشوف المخضوضه اللي مش عارفه، اللايصه اللي مش عارفه ايه، اسامي مختلفه، ممكن المدلعه، اسامي مختلفه ممكن تكون جذبه اكتر جدا لينا ان احنا نجرب الحلويات. خلينا نشوف النهارده كل واحد فيكم بيعمل ايه، بتحبوا تعملوا حاجه في البيت ولا لا، بتحب تاخد معاك حاجه تقليديه ولا بتحب تجرب حاجه جديده؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.